هذه المباراة مع هيثم الراشدي وتعليق أنيس موسى، تصوير محمد الزريبي، تركيب كريم ساسي، إخراج حاتم الفقيه رمضان. زوز أهداف بزوز دقائق للترجي يمنحوا 3 نقاط ثمينة، في المقابل أبناء المرسى خسروا 6 نقاط في زوز مقابلات على التوالي فوق ميدان. الحكم سليم الجديدي يدير اللقاء، وهي 6 مباراة لها الحكم في البطولة. الترجي بتشكيلة منقوصة من زعايم إنيرامو والرهيفي والمويهبي في الهجوم منذ البداية. I miss them a lot for this match because I have to play this match. 2 days before the match I fell sick, so I'm sick, that's why I didn't play the match. كيقول لك المحبة هذه توفى من الحسرة على نتائج سلبية للمستقبل هذه المرة. العمار بيد ربي، يا ربي يرحمه، وإن شاء الله نفديوها له اليوم أكاو. إن شاء الله. طرحت على سيبوعة فهمتني، إن شاء الله باش نكملوا على معنا الانتصار هذا، إن شاء الله باش نكملوا به معنا المشوار نتاعنا إن شاء الله. برشا يقولوا اللي ملي دخل سيد أحمد الحامي للوسط، النجومية نتاع سيفر المحجوبي نقص شوية في وسط. كلنا نلعبوا للمصلحة واحدة، الترجي التونسي. يقولوا معناها نكهه كره، هي فهمتني، معناها تنجم تلعب وتقدم مردود باهي، ما تربحش كيف تنجم معناها ما تلعبش بالكدا وتربح، فهمتني. اليوم باش تقدموا مردود باهي وما تنجموا ما تربحوش؟ النجم نقدموا مردود باهي ما نربحوش، كيف النجم معناها ما نقدموش مردود باهي ونجم نربح. المستقبل يحاول التسجيل، 4 دقائق مخالفه من بوقره، تمهيد من مويهبي والغزواني يصوب في دينا القصراوي. نتابعوا هالعمليه، المويهبي يحاول مراوغة وسام البكري يسقط، والمطالبة بمخالفة على خط 18 متر، والحكم يطالب بمواصلة اللعب. فراكسيون سكوند واحد ما ريتو ما تساقو تحت، فهمت كيفاه؟ ما فماش التحام بيناتنا. تنجم تقول. ضربة الجزاء واضحة، ظليلي نظر فريج. أكثر من واضحة. لكن اللاعب نتاعك قال لي ماهيش ضربة جزاء. تو تشوفوها في التلفزيون. اللعب يستأنف، لكن الاحتجاجات تتواصل بين مسؤولي المرسى والحكم المساعد منذر لطرش. سمعت النقاشات وكنت حتى تناقش انت مورا. مش احتجاجات، لا مش احتجاجات، معناها باش تحط المسؤول في بقعته هكا، مش احتجاجات. تنجم تعيط للاربيتر حتى قلقك على الخدمه. لا لا، ماش حاجه تتطلب باش تحطه، اما نحطه في بقعته يفهم هو ومسؤوليته، انا اخذت خدمتي نورمال، ما في حد. تطلب كما يخرجك من الميدان خاطر هنا صار التحام من كوبيل. لا لا لا، ما فيش تخرج. بعدها النسق نزل وغابت الفرص من الجانبين، ما عداها التصويبه لنعيم بالربط بعيده، والاندفاع البدني يسجل حضوره في الشوط 0-0، والشوط اول بملاحظه ضعيف. الشوط الثاني ومنعرج المقابله، 65 دقيقه هجوم للترجي، مراد المالكي من اليمين يوزع، عزيز ما يحكمش ترجيع الكره، ونعيم بالربط يرجعنا الى الاسبوع الفارض ضد الملعب التونسي في المنزه، وبارتماء راسيه يسجل الهدف الاول. هي الحكايه، هي تبعت كوره والحمد لله ربي وفقك. دقيقتين بعد ركنيه لابناء ديكيبيرو، احمد بن يحيى ينفذ، وصيف الله المحجوبي في المتابعه يسجل الهدف الثاني، والثاني كذلك في رصيده في البطوله. يظهر لي مستقبل المرسى حذر كل شيء بالنسبه للترجي الا الكره الثابته. ولكن شوف حضرناها بون كره الثابته، خدمناها بالكدا في الانترنمون، مي بريسك يعني الاولاد يعني ما قصروش، تو عملنا ماتش باهي خارق العاده، بون تقعد ديما اخطاء هذيك تقعد نتاع الكره الثابته، رجع مع ماتش قفصه خسرنا 3 نقاط على الكره الثابته، فهمتني؟ ان شاء الله يعني نحاول نحصلهم اهو. ابناء المجري حاولوا العوده في النتيجه، عمليه 1-2 بين الجريدي والمويهبي، ويصوب وكورته جانبيه بقليل. اخر فرصه في اللقاء للاخضر والاصفر، تصويبه في شكل توزيعه من وليد قداش، والقصراوي بصعوبه في الركنيه. 2-0 لابناء باب سويقه اللي حقوا انتصارهم الثاني على التوالي، ويبقى الفريق الوحيد في البطوله دون هزيمه. في المقابل ابناء المرسى يعزوا على الانتصار في 5 جولات متتاليه ومرتبه اخيره، ووضعيه حرجه لفريق في عراقه مستقبل المرسى. اليوم قدمنا مستوى لاباس به،
اما عملنا غلطتين، واحدة اثر ركنية، واحدة اثر سنتراج اللي نورمال ما يتعملوش. وكي تلعب كونتر جمعية كي الترجي الرياضي التونسي الغلطة تخلصها بالحاضر. نجم نقولوا معناتها اخر سلاح هو الفاليريتي، معناتها حضرنا جمعه كامله خدمنا بالكدا والحمد لله ربي جابنا في السويق ونهدي الانتصار هذا الجمهور الترجي. C'est un match qu'on a gagné 2-0, mais qu'on a beaucoup beaucoup souffert en première mi-temps parce que l'équipe de la Marsa s'est défendue plus que défendue. Je crois qu'elle nous a posé beaucoup de problèmes. Les Marsa ont joué en défense badani kbir et ghabat alina al hulul et hada ma khallana nalab kurat atwila sahlat irjaha min qibal al difa. Ce qui favorisait bien sûr leur jeu. سمعنا في فترة التنقلات اللي قيس الزواغي وحمود المعمري باش يكونوا في الترجي الرياضي التونسي، وين وصلك مع تحكيات المزروس؟ لا حمود المعمري شيء مساء الوقت الحاضر، يعني صحيح لاعب تبعناه من الاول الموسم مازلنا ما تحدثناش مع المسؤولين نتاع الفريق نتاعو. في مخصوص قيس الزواغي مازال عنده عقد في السعوديه، اتصل بينا وقال انا نجم يعاون الترجي، مستعد باش يعاون الترجي، المطالب نتاعو يعني مقبوله ماهوش حوايج خلقين العاده، يحب يلعب في الترجي، كان يفسخ العقد نتاعو مع الفريق السعودي، ان شاء الله يكون معنا في ديسمبر. مش حتى شرط باش يفسخ العقد نتاعو مع الفريق السعودي؟ والله ثم مشكله ماليه يظن لي بينه وبين فريقه، بينه وبين فريقه. الترجي باش تكفل المشكله الماليه هذيا ولا؟ لا ما عندنا حتى دخل. للمباراة 15 على التوالي فوز الترجي الرياضي على مستقبل المرسى في البطولة الوطنية، عندك تعليق باقي الاحتجاجات؟ قلنا مازال متواصلة احنا الاحتجاجات نتاع المسيرين وال أول يوم ما نعرفش اليوم تفطنتوا له، وما راه كل أسبوع كل مقابلة الاحتجاجات هذيك نفسها هي نفسها ونفس الاحتجاجات اللي قاعد فيها الجمهور اللي قاعد تابع يعني في المقابلات على عين المكان، وحتى الاعلاميين اللي قاعدين يتنقلوا ويتعبوا في المقابلات فنفس الاحتجاجات ونفس التصرفات ونفس الصمت، وكان يعني الجامعه والرابطه اللي هم مسؤولين المفروض على اداره البطوله والسير العادي للبطوله قاعدين يتفرجوا، والمفروض ان القانون يخول لهم حسب معرفتي انهم يتدخلوا ويعاقبوا عن طريق شاشه التلفزه، وتبكلنا معناها قاعدين شاهدوا في 3-4-5 مقابلات في الاسبوع من البطوله الوطنيه وكل شيء واضح وكل شيء معناها نتفرجوا فيه، ما فماش علاش مش ما تحركش الجامعه والمسؤولين على تسيير نشاط الدوري التونسي لايقاف هذه الظاهره وايقاف هذا النزيف اللي قاعد يتفاقم كل اسبوع، وخاصه الخطر باش يكون اكثر في مرحله اياب اذا ما لقيناش حد جذري لهذه الوضعيه. في خالد كيفاش ترى وضعيه حبيب الماجري الان في مستقبل مرسى ورد الفعل السلبي من جماهير المرسى في كل مباراه الان؟ والله راه قادر باش يتحمل هالضغط الكل؟ انا نقول المدرب اللي هو انسان عنده مشاعر وعنده نقاط ضعف نتاعو، ولكن انا نقول اللي صعب وصعب جدا في بحر اسبوع معني نفس الاحتجاجات ونفس الاجريسيون فيربال معني ما ينجمش يتحملها المدرب، انا نظن ما ينجمش يتحملها حبيب. والله يمكن حسب رايي الانسان في الوضع هذا ما عادش نجم يخدم، ما عادش يعطي الافاده، ما عادش يخدم براحه، حتى ولو في احيان يقولوا معنى تصريح تاع رئيس جمعيه لا ولا عندنا ثقه فيه ويواصل، مين الانسان اذا ما فيش جو ملائم باش يوصل فيه اللي بريفيرابل الانسان يبعد. معناها باش يلتحق بقائمه المدربين ووقعت اقالتهم في بدايه الموسم. والله شو هي هذا من كلامك سي خالد؟ لا هي الليست عملت طويل ومازالت معناها كما تشوف انت الاحتجاجات مش تشوف معناها توا هو موضوع جبته كبير ياسر، هل اللي صاير في كرة القدم التونسية احتجاجات اقالات الناس كل غالطة الا المسير مش غالط. والله عندي فكرة توا انا كنت نحسب على البنك يمكن فما 14 ولا قداش مع 7 و5 12 واحد 24 يا اخي فما قانون تاع الفيفا، انا يمكن فما حل توا فوري، حل فوري قصير المدى. والله جاي توا الفكرة يا اخي نرجع كما قبل الستينيات باش نحيي وسائل احتجاجات، سامحوني فما المدرب والاطار الطبي وال ولي رومبلاسون ويحطوا اخويا ان سول ادمنستراتور واحد اداري يا اخويا خلينا نرتاحوا الاخر نبداو بشويه بشويه نفرغوا البنك ساعه نفرغوه البنك مشكل كبير وقت اللي تجي حكم تبدا عنده قوه الشخصيه ويبدا عنده شكون يحميه القانون ما ينجمش تبدا الجامعه وراه وتبدا الرابطه وراه
مش يتبقى القانون هذايا. صدقني. أما فما ناس ما تنجمش تكلمهم، فما حكام يخافوا من أشخاص معينين، رؤساء جمعيات ومسيرين ما نجموش يحكيوا معاهم. في الأجواء هذيا. وما نجمش يقولوا سامحني. في الأجواء هذيا ويخليه. وهو ما سبب من أسباب المشاكل الرئيسية اللي قاعدة تصير على البنك. في الأجواء هذيا نحبذوا باش البنك أول خطوة نعملها معناها يعملوها والرابطة ولا الجامعة ولا اللي اللي يصير في الكورة. اللي يصير في الكورة. مش فهمت؟ تبقى يا أخي نبدأ وإحنا هاو حل. هاو حل باش ننظفوا لي بورتور تاع التيران، نظفوه يا اخي، نظفوه ساعة، خلي واحد برك. نحدوا الأشخاص اللي واحد بربي يقول لي خمسة وشون يعملوا؟ هاي، سؤال للجمعيات، الخمسة اللي قاعدين على البنك شو اللي قاعدين يعملوا؟ هاي سيدي، إذا خسر الأنترنور، أقول لكم بكل صراحة، إذا خسر الأنترنور يبدأ مسيكه نور ربي يعلم به، ويبدأ يعطي في توجيهاته، ومن تالي يبدأ شكر معناه يبدأ استهزاء عليه أمام الملاعبية، هذا مسيرين. وأنت عايش التجربة سيدي. مش أنا وغيري عايشينها. يعني مش معقول يا اخي. ليه بالحق نتكلموا فما واقع يلزمنا نقولوه، فما واقع يلزمنا نقول. ما هي الحلول؟ حلول جذريه ابتداء من الاسبوع، او جربوها ابتداء من الاسبوع جاي اخوي، حطوا واحد اداري برك، حطوا اداري برك وانت تشوف ما يكونش رئيس جمعيه في نفس السياق. خازي انا نقول معناها فهمني من حكم خبرتي انا السنين اللي مريت عليها فهمني، راه فما شويه من الحنه وشويه من رتبه اليدين. الحكم وقت اللي يدخل الميدان عنده السلطه الكافيه باش المناطق المحيطه بالميدان نتاعو هو اللي يفرخها، وما يعطي معناها ضربه البدايه الا لما يكونوا الناس الكل في بلايصها. المسيرين اللي يحكي لك عليهم سي خالد كلهم عندهم دي بادج، لي بادج معلق لهنا، انت ما عندكش بادج معلق ما عندكش الحق باش تقعد غاديك. نعمل العمليه هذه قبل ما ندخل انا باش نزفر، اون فوا الامن اعطاني لوردر باش نزفر او الحكم الرابع فهمني، ندخل الميدان نزفر ونعس انا وبودو ديس ان كاردور فهمني، راهم باش يرجعوا يدخلوا المتطفلين، راهم باش يدخلوا. انا كحكم عندي القدره باش نوقف المباراه ونعاود نخرجهم في مره اولى، في المره الثانيه نوقف المباراه. وين الحكم اللي يوقف مباراة في الأثناء هذه؟ إذا كان تقعدش يزفر ولا تعس؟ إذا كان نزل في بطولة محترفة كما بطولتنا احنا، ما زلنا على البنك نقوم ونمشيه ونجيه وما نركحوش في السيرفاس تكنيك وما نعرفوش واجباتنا في وسط، لازم الحكم يولي يعمل الشيء هذا. ولا إذا كان الحكم الرابع مش كافي نجيبوا حكم خامس هو اللي لاهي بالأمور. عديد المرات وقفت في مباراة عديد كتوا أن أوقف المباراة، لكن خرجوا أخرازي، لا أخرازي خرجوا الناس، وقت اللي خرجوا الناس أنا كملت المباراة نتاعي. وقت اللي نهدد انا بتوقيف المباراة يعرفوني باش نوقف مباراة ويقفوا لك وشوف تخليك تضيع تركيزك معايا بالضبط في المباراة. شكون قاعد على البنك وشكون دخل وشكون خرج؟ شكون خارج؟ ما عادش حطوا الحكم الرابع باش تكون المهمة نتاعو هو اللي عايش. خامس وسادس كل واحد شاد البنك. خامس وسادس معناها فهمني. عندنا لقطة سي خالد. عندنا لقطة اللي نقولها بصراحة اللي قبل ما كانتش. مازلنا بنحكيو. ما كانوش نرجعوا لقبل. عندنا لقطة أخت رجاء في المباراة هذه نتاع مستقبل مرسى والترجي الرياضي. مشكور سي الماجري كي يتعرض معنا للحد الرياضي وقال تو تشوفوا في الحد الرياضي، وشفنا في الحد الرياضي من اثر حتى تصريحات اللاعب اللي وقع عليه الاعتداء ويقول انا تضربت، ويقول لا ما تضربتش، يقول والله تو نشوفوها في الحد الرياضي. يمكن قد تحب تقول قال قول اش معناه؟ شوفوا اللقطه لهنا، اغزلوا المويبي لهنا، وقت اللي يدور باش يمشي ينطلق يترمى ما غير موجب فما ساق خرجت نتاع البكري باش تعطلو. فاذا كان الملاعب ما عندوش قدره الكافيه في تسجيل الاهداف وتسييم الفرص، يتظاهر الحكم انه وقع اسقاطه فهمني، مش معقول هذا. جيت ضد جمعيه معناها فهمني اقوى منك وتوازن القوى مش هو بيدو فهمني، يلزم ترضخ للواقع معناها فهمني، كونه الترجي معناها فهمني توا في الحاله هذه اقوى من مستقبل مرسى، وجات زوج مباريات ضد المستير الجمعه الاخرى اللي هي قويه زاده والمستير في طليعه الترتيب، فمن سوء حظه انه خسر زوج مباراتين. وكي تخسر زوج مباريات في بطوله معناها ورا بعضهم ماهيش نهايه العالم فهمني، تتصلح وضعيه المرسى في الايام القادمه ان شاء الله.